منذ حلول شهر صفر انطلقت مواكب العزاء إلى الصحن العلوي الشريف لتقديم التعازي للأمير علي عليه السلام بفاجعة الطف الأليمة، واستذكارا بعودة السبايا إلى كربلاء المقدسة حاملين معهم الرؤوس الطاهرة. حضرنا في هذا اليوم المبارك، وهو يوم وصول السبايا إلى الشام لنواسي أمير المؤمنين بهذه المناسبة ونعزي صاحب العصر والزمان. اليوم نقول للجميع أن هذه الذكرى سوف تبقى خالدة في نفوس كل المسلمين، ليس في المذهب الشيعي وليس في الموالين لأمير المؤمنين. مؤسسة اليتيم الخيرية كانت ضمن المواكب الحاضرة في تقديم العزاء لكافل الأيتام الإمام علي عليه السلام، حيث شارك في الموكب أكثر من 100 يتيم وبمختلف الأعمار لتعريفهم بمظلومية آل بيت محمد وما جرى عليهم في شهر محرم الحرام. هذه سرادق الأيتام جاءت تواسي آل بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، جاءت في اليوم الأول من الصفر في هذه المناسبة، جاءت تلبي نداء ألام الناصر ينصرنا، نداء الحسين عليه السلام. فهؤلاء يسيرون على درب السبايا يؤازرونهم ويطلقون العنان إلى أرواحهم كي تتوحد مع ألم هذا المسير وألم هذه الفاجعة. نحن في مؤسسة اليتيم الخيرية نشارك كمعتقد لنا آل بيت رسول الله في أفراحهم وأتراحهم، وهذا اليوم هو يوم حزن كبير للمسلمين. وضمن البرامج السنوية للمؤسسة هو توفير وجبات الطعام ووسائل النقل للأيتام من أجل استمرار تواصلهم والمشاركة في إحياء المناسبات الدينية التي تعتبرها جزءا هاما في تنشئة الطفل وتربيته وتغذيته الفكرية بالنهج الحسيني، خصوصا وهم في مرحلة الطفولة.